Claro. نوع من التصنع هذا منذ تقريبا الإكوادوري. يسارية حضر تحذير واستعداد. في سن 19 من عمري أخذ استراحة من الملاكمة تقريبا لمدة عام، لاعتبار أنه من عائلة من عيطة إلى الحلبة، وكان ذلك من قبل ابن عمه كان حصول على ميدالية. لذلك فإنه الملاكمة لعله 2019. لذلك لاحظنا منذ دخوله إلى يأتي أساسا من إصرار على كسب التحدي، إرادة قوية، وهذا ما لمسناه منذ أن الملاكم الإكوادوري. يتميز بهدوء الحاول أو أي مجازفة جعلته يقبل. لذلك فالآن تقريبا انتهت، تبقى من ثوان، وربما في الدقائق الثلاثة تكون جولة الحسم مثل ما صار في سامويل، لكن مع تفاوت هنا في المستوى. ألفت انتباههم أننا سنواكب بعد قليل الأردني محمد العودي، محمد عبد العزيز في وزن الريشة، منافسات الملاكمة. تقريبا الجزء الأخير من الملاكم الإكوادوري بمحاولة لكسب الوقت بنقاط، فيريد كسب مزيد من الوقت. طريقة لعب حسب المدرب بتاعه ملاكمي يقوم بأسلوب كاستيلو. جدا أن يشكر المدرب في إطار الإعداد النفسي أنك تقوم بمثل هذا، من شأنه أنه يعزز الثقة لدى الملاكم. جلت حاسمة